عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسعاده وسلامه دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. لما الغدر والخيانه تجيلنا من اقرب الناس لينا، يبقى نقول على الدنيا يا رحمن يا رحيم. الغدر جاي لي من اخويا، والخيانه جايه لي من زوجتي، ام عيالي، واخويا ابن امي وابويا. الواقعه النهارده واقعه قذره، جريمة حقيرة مش لاقية معنى تاني ممكن اوصفها بيه. يمكن اللي انا بقوله ده فيها والله حاجة نضيفة. تخيلوا كده لما اكون مطمن، او انا كشخصي مطمنة جدا لاختي، ومطمنة جدا لجوزي، ومطمنة جدا لاخويا، ولا لا ربنا ما يكتبها عليا ابدا ابدا، لانها صعبة صعبة جدا على اي حد. الجريمة دي حصلت في احدى القرى التابعة لكفر الشيخ، مع بدايتها كانت عند عمر الصياد. عمر الصياد ده مش اسمه، اسمه عمر ولكن هو بيشتغل صياد، وصياد كويس جدا كمان. جري على رئيس المباحث وقال الحقني يا بيه، الحقني، انا لقيت اخويا ميت. قال له ازاي وفين؟ قال له تعالى اوريك. وفعلا خده وطلعوا على ارض زراعيه كانت بتاعه اخوه نادر، صياد برضه، وبس كان صياد شاطر جدا. رئيس المباحث بدا يتحرى عن نادر ويسال عنه ويتفحص الجثه كويس جدا قبل ما تروح الطب الشرعي، لكن لقاها واخده اكتر من خبطه على دماغ، واخد اكتر من خبطه على دماغه، وكل حاجه في مكانها، يعني لبسه كامل، الحاجه اللي في جيبه كامله، الساعه موجوده، وهكذا. يبقى ما كانش فيه سرقه، يبقى اللي قتله قتله لسبب تاني غير السرقه، يبقى فيه لغز في الحوار، في حاجه حصلت خلت القاتل يتهجم على نادر ده ويقتله. لما جه يدور على نادر في البحث الجنائي، عفوا، لقى ان نادر كان بيقضي عقوبة في السجن ولسه خارج من كام شهر كده. لكن القصة ما كانتش في كده، القصة في بعد خروج نادر. ايه اللي حصل؟ اما بدأت التحريات وبدأوا يتحروا عن نادر واللي حوالين نادر، لقوا ان هما لسه ما استجوبوش زوجته. هو نادر كان متجوز، كان متجوز من نيرة، ويمكن الاسم ده معلم في اذهاننا على قضايا تانية. نيرة زوجته اللي لسه ما تحققش معاها. تعال لنا يا نيرة، ايه اللي حصل؟ نيرة بتعيط ومنهارة وحزينة على جوزها اللي سابها وفارقها. لكن دموع التماسيح مش دايما بتخيل على رجال الشرطة وعلى الناس اللي بتبقى يعني بأكبر وقت ممكن تقضيه في حياتها هو في المهنة دي، في الجو ده. الحقيقة ان اللي بيحقق معاها لقى انه لازم ياخد مسلك تاني خالص غير طريقة التحقيقات العادية، علشان يطلع اللي جواها ويقول لها هات اللي عندك. وبدأ يسألها أسئلة غير منطقية وغير مستوعبة، كان من ضمنها: بتحب جوزك نيرة ولا لا؟ كنت فين امبارح؟ وكنت فين أول؟ والنهاردة الصبح قبل ما تيجي كنت فين؟ عملتي ايه لما، او كنت بتعملي ايه لما نادر جوزك كان في السجن؟ بدأت التحريات، وبدأت هي كمان باللجلجة في التحقيق بتاعها، والتحريات شغالة من دنيا تانية. يعني هما ما كانوش ساكتين على ان هما بيحققوا بس مع نيرة، لا، ده رجال الشرطة كانوا اذكياء جدا في ان هما يكونوا بيحققوا مع نيرة، وهما والتانيين او الجزء الاخر بيتحرى عن نيرة وعن قصتها وحياتها. نيرة رد فعل تلقائي جدا: طبعا حبيبي، هو انا كان ليا غيره؟ لكن الجملة ما دخلتش قلب اللي بيحقق معاها.
قال لها امال ليه طلبت الطلاق قبل جوزك ما يموت في كام شهر، خلال الكام شهر اللي يا دوبك هو كان لسه خارج فيهم من الحبس. وهنا نتيجه التحريات كانت وصلت للضابط اللي بيحقق مع نيره. خدوا بقى نتيجه التحريات. نادر 40 سنه شغال صياد كويس جدا، عمل جريمة ايا كانت عقوبتها، المهم هو دخل السجن قضى عشان يقضي عقوبة. خلال الفترة دي ظهر محمد 27 سنة، يبقى اخو نادر، بحجة انا باخد بالي من اهل بيت اخويا. لكن الحياة ما كانتش كده، ده الحقيقة ان هو كان بياخد باله كويس قوي من مرات اخوه، وقام معاها بكل الادوار اللي ممكن اي زوج يقوم بيها. كان ليها زوج وعشيق وليعوذ بالله، كان ليها الحبيب، عمل ليها كل حاجة، لدرجة ان نيرة كانت نسيت ان هي متجوزة نادر اللي محبوس اصلا. ونادر في حبسه كل همه يا ترى نيره بره عامله ايه، نفسي اطلع النهارده قبل بكره علشان اطمن عليها واكون جنبها في دنيتها. وفعلا اول ما نادر خرج دي كانت صدمه بالنسبه لنيره، ايه ده كده انا ومحمد مش هنعرف نتقابل، كده انا ومحمد مش هنعرف نكون مع بعض، انا ما شفتش الحب والحنان والحنيه والاخلاص والوفاء والحكايه والروايه الا مع محمد، أنا لازم أتطلق من نادر. بس الحقيقة أن نادر كان رفض، من كتر حبه في نيرة كان رفض وقال مش هطلقك، لو أنت بتتكلمي على الواقعة اللي حصلت وأنا اتحبست فيها سامحيني آخر مرة ومش هتتكرر تاني، مش هكرر تاني، مش هبعد عنك تاني. وكان عايز يبدأ معاها صفحة جديدة. لكن الحقيقة بقى ان هي ما كانتش عايزه تتطلق علشان خاطر حبسه زي ما احنا قلنا، لا دي كانت عايزه تتطلق منه عشان خاطر تروح تكمل حياتها وقصه حبها الجميله مع اخوه. ربنا يكفينا الشر. لما لقيت ما فيش امل من نادر راحت لمحمد وقالت له بقول لك ايه بقى، انا كده خلاص مش هقدر اعيش معاه ساعه تانية، تعالى نخلص من نادر، مننا هنبقى مع بعض ومننا هناخد منه حتة الارض بتاعته، ده ورثه، احنا محدش ليه وريث غيرنا، يبقى نستفيد بالارض ونستفيد بقصة حبنا يا حبيبي. ومحمد طوحها على قتل اخوه وقال لها خلاص استدرجيه للارض الزراعية بتاعته وخليه يجي فيها. قالت له ماشي. وفعلا في اليوم المشؤوم ده بالظبط قالت له بقول لك يا نادر، مش واخد بالك ان انت من يوم ما خرجت من السجن بتاعك ما رحتش ولا بصيت على الارض ولا شفتها؟ قال لها انا هيجرى لها ايه؟ قالت له ما تيجي نخرج نتفسح انا وانت ومننا نعدي على الارض ونبص عليها ونشوفها. قال لها يلا لو ده هيريحك يلا. وفعلا خدوا بعض خرجوا وراحوا على الارض. لكن وهم في الارض الزراعية هناك لقى محمد اخوه، قال له ايه ده يا محمد انت ايه اللي جايبك هنا الساعه دي؟ قال له جاي اطمن عليك يا اخويا. قال له ماسك الكوريك ده ليه؟ الكوريك ده حاجه حديد كده طول كده بيرفعوا بيها العجل بتاع العربيات او الموتوسيكلات او حاجه كده، يعني جايب الكوريك ده معاك ليه؟ قال له الكوريك ده عشانك انت، وعند رب على دماغه حاول يجري من اخوه لكن محمد ما سابهوش، جري وراه واللي ابشع منه ان زوجته كانت ماسكه نادر لمحمد. متخيلين؟ زوجتي مسكاني عشان اخويا يقتلني، واخويا بكل قسوه نازل عليا بالكوريك على دماغي حد ما دماغه اتقسمت نصين ومات. شفتوا الغدر والخيانة
وصلت لفين؟ شفتوا احنا قد ايه بقينا بعيد كل البعد عن الدين، عن الحب، عن الاخلاص والوفاء. ما لو عايزه تطلقي ما كنت اتطلقتي من زمان، وكنت سبتي العيله كلها ليه تطلع عشان اخد اخوك، وانت ليه تخون اخوك؟ هي الدنيا خلصت وفضيت؟ الحقيقه ان الحوار كله مقزز جدا، ومش لاقية ليه تعبير ممكن اعبر بيه عن القصة دي. الغدر والخيانة بقوا في شراييننا بيجروا. يا ترى اللي يتعاقب النهاردة يتعاقب على الثقة والامان اللي بيديهم للاشخاص، ولا يتعاقب على الغدر والخيانة اللي بتحصل فيه؟ يعني انا النهاردة وثقت في اخويا وفي جوزي، وجي اخويا وجوزي خانوني وموتوني. انا هل انا كده بتعاقب على الثقة والامان اللي انا اديتها لهم؟ ليه الغدر والخيانة بقوا حاجة في شراييننا بتجري، وكأنها هي الاساس لأي علاقة على وجه الارض؟ حسبي الله ونعم الوكيل 100,000,000 مرة على كل انسان ممكن يذبح اخوه، اخته، امه، ابوه، يذبح اي حد منه قريب وغريب. والذبح مش معناه بسكينة، الذبح معناه ذبح مشاعر، ذبح ثقة، ذبح امان، ذبح ظهر وسند. الذبح ذبح نفس. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. مفيش كلام تاني ممكن يتقال في قصة ووقعة وجريمة مقززة زي دي. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وإن شاء الله على لقاء آخر وفيديو جديد وجريمة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.